الاتفاق هو أن تنشأ قواعد أمريكية في العراق. حلو. طبعاً هذا الأمر ما معلن أبداً، واليوم يجوز أعلنان لأول مرة. الاتفاق مع من هذا؟ الاتفاق مع القوى الحاكمة اليوم، الذهاب لتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية، والاتفاقية الاستراتيجية بها قسمين، الاتفاقية حلو. الأمنية والاتفاقية الاقتصادية. يعني بعد ما قام مقاومة ولا سليماني ولا المهندس. اليوم سمعت طريفة من أحد الأخوان قالوا الجماعة السفارة شالوا هذا السيروم اللي يعني اللي يلقى الصواريخ، يعني بعد ماكو قصف ما يحتاج اكو قصف. والواضح القضية، وأحد الأخوان هم يعني هاي الطرائف تبين عمق المأساة اللي احنا نعيشها، يقول يعني ممكن راح يعينون السفير الأمريكي وزيرة في حكومة السوداني. أقول دعم هاي يعني بعد ما كل دي الشاي كل بايدن صار أصلا ماكو أبدا أصلا اليوم السفيرة الأمريكية تعتبر والإدارة إدارة بايدن طبعا يعتبرون أن هذه الحكومة حكومتهم.